أصدقائي الصغار، أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير، ودعوة أيضا ونرحب بالفنانين الكبار، لأن اللوحة اللي كانت وراي شوية راسمينها ناس كبار شوية في السن يعني. إنما إحنا نرحب بالبداية بأصدقائنا الصغار وأصدقائنا أيضا الكبار اللي تابعونا، لأني ما أقدر أنساهم. أن كم مرة أكون في لقاءات مع الفنانين أو قصدي الناس الكبار شوية، ويقولون لي إن إحنا أيضا نتابع، يعني في فقرات معينة في البرنامج أيضا إحنا نحب نشوفها. فإحنا نرحب بالصغار والكبار مع بعض. أصدقائي، إحنا يعني في السنين اللي فاتت من زمان كانت توصلنا رسائل، والرسائل هذه تكون في ظروف كبيرة، والرسائل هذه من أصدقائنا كانت فيها رسومات. الرسومات هذه كنا نجمعها، وبعدين كان في فقرة في البرنامج إن إحنا نرد على أصدقائنا اللي دزوا لنا الرسومات هذه. إحنا الحين فكرنا إن إحنا نسوي مسابقة من خلال حصولنا على الرسومات اللي انتم راح تدزونها. يعني ما راح اخذ رسومات من المدارس ولا رسومات من الاماكن اللي ازورها، لا، راح نتلقى منكم رسائل. طبعا انا ما اقصد رسائل اللي يكون مكتوب صغير وفي اللوحه مصفطه شيء، لا، لازم يكون الظرف كبير وفي اللوحه. ترسلون الرسومات هذه على تلفزيون الكويت مثلا، يعني تكتبون تلفزيون الكويت وراح ينزل لكم اعلان تلفزيون الكويت، القناه الاولى، اداره البرامج الثقافيه، برنامج الفنان الصغير، صندوق بريد 621. الاعمار اللي احنا نتلقى منها راح نتلقى منها الرسومات من 6 سنين الى 14-15 سنه، يعني من 6 سنين الى 15 سنه. الرسومات هذه ان شاء الله لما توصل نفرزهم ونطلع منهم ناس يفوزون. وإحنا طبعا ما نقصد إن واحد أو اثنين اللي يفوزون، لا، نقصد إنه يكون في نوع من التشجيع، والرسومات الحلوة اللي تستاهل جائزة راح إدارة البرامج الثقافية راح تقدم هدايا وجوائز للمتسابقين. فإحنا نبي نرجع مثل قبل. أنا كنت قبل أتلقى رسائل يعني أعداد كبيرة تقريبا، فنرجع الحين بدأ من قطعته، ونرجع مرة ثانية نرسل الرسائل اللي فيها الرسومات لكل الأعمار، بنين وبنات من 6 إلى 15 سنة، على إدارة البرامج الثقافية، صندوق بريد 621. سهل، 621. بعد ما خلصنا الدعوة هذه أتمنى أن أحصل على الرسومات هذه علشان نبتدي نشجع أصدقائنا ونقدم لهم جوائز، وبنفس الوقت اللي ما صار لهم فرصة أن يوصلون هنا يقعدون معانا، ها، أن رسوماتهم توصل، وإذا حطيتوا بعد صورة مع الرسمة يكون أحسن. إحنا الحين قاعدين معانا ألطاف، ها، وأماني، عدل، آلاء، إيه، ألطاف وآلاء. تلخبط شوية كل واحد. ألطاف نبي نقدمها هي في الأول علشان هي صغيرة. يلا قولي اسمك. ألطاف. ألطاف بدر الأنصاري. ألطاف بدر الأنصاري. بعد مرة عشان نسمع صوتك. ألطاف بدر الأنصاري. بأي مدرسة أنت يا ألطاف؟ البريطانية. أي صف الحين وصلتي؟ ثانية ابتدائي يعني. إيه؟ ثانية ابتدائي. زين، وهناك كل دراساتكم كلها بالانجليزي ولا في بالعربي؟ بالعربي والاسلام والانجليزي. بالانجليزي. زين، الرسم، الرسم هناك عندكم التربيه الفنيه والرسم، لكم مرسم خاص ولا نفس مكانكم اللي تدرسون فيه؟ نفس المكان ندرس فيه. يعني نفس الصف اللي انتم قاعدين فيه هو نفس اللي تدرسون فيه؟ ايه. ما عندكم مرسم؟ لا، ما سووا لكم مرسم؟ لا. زين، الوانكم واشياءكم واوراقكم على نفس الدرج ونفس المكان اللي قاعد تشتغلون فيه؟ ايه. والله تمام. زين، شو تسوين هناك في المدرسه؟ ساعات اكتب بالمدرسه بالانجليزي. إيه؟ وساعات ارسم هناك. ايه، هذا بالرسم عادل. ايه. ايه تمام. الطاف شاطره. الطاف اصدقائي يعني نشوفها طفله صغيره حجمها، ها، صغير
وهي صغيرة، لكن أيضا مع التدريب والإمكانيات اللي موجودة والنصائح والإرشاد والتوجيه، الأشياء هذه تخلي البنات الصغار أيضا يصير لهم يعني يفكرون شوية، إن ما يشتغلون بطريقة عشوائية كذي يسوون الشغلات هذه وبعدين والله كنا اللوحة مي زينة ونقلها وناخذ غير، لا يعني يصير في توجيه عدل. ألطاف موجودة الحين معنا، من دربت هني في 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 المعهد؟ أبلة. الأبلة؟ إيه. هني؟ إيه. في المعهد. شو دربتش عليه؟ شو تقولك؟ تقول لي هذا، تقول لي شلون أرسم، إيه؟ شلون أبدي من البداية. يعني دربتك على الألوان المائية؟ إيه. هذه الألوان المائية معدل؟ إيه. إيه. أنت كنت تخافين من الألوان المائية؟ لا. ها. عادي. تحبينها؟ إيه. إيه. أي أحسن الألوان المائية، الشغل في الفرشة بالريشة أحسن ولا بالأقلام أحسن؟ بالفرشة والأقلام. تمام ها؟ إيه؟ يعني الاثنيناتهم زينين حلوين، عادل؟ إيه؟ زين، احنا الحين لأن عندك رسومات وايد نبي نبتدي نعرض اللوحة هذه، أنا عجبتني قلت خل أحطها في بداية شو اسمه العرض، ها؟ شنو اللوحة هذه ألطاف؟ اللوحة فيها ورد ووراها برواز. زين، هذه مزهرية؟ إيه مزهرية. معدل هذه مزهرية؟ إيه. وفيها ورد، هذه الحركة شنو؟ أنا أبي أسأل عن الحركة اللي ورا هذه، شنو هذه؟ هذه دائرة. من قال تسوي الدائرة هذه؟ الأبلة قالت، يعني بدل ما تصير المزهرية بروحها كذي إيه؟ نحط على زين إيه؟ شفت الألوان المائية شلون حلوة؟ إيه. كم لونك هني؟ لونين. اللي هو هما الأدعم. الأدعم ودرجاته يعني إيه؟ ولا مدخله أصفر شوية؟ مدخله أصفر شوية. معدل إيه؟ إيه تمام كذي، فيصير شوفي لمسة حلوة من أختكم ألطاف بتوجيه الأبلة علشان تسوي اللقطة الحلوة هذه. إنزين، نرجع نأخذ لوحة ثانية على طول علشان لا شو اسمه لا نضيع الوقت. اللوحة هذه أكثر الألوان اللي موجودة هني شنو؟ ألوان مائية ويا ألوان هذه مائية وشنو؟ مائية وما أدري. مائية وشنو؟ ولا شمعية؟ في شمعية هني؟ لا ما في شمعية. كلها مائية؟ لا مو كلها، ما عدا هذا. هذا شنو هاي الزرافة هني؟ زرافة. زرافة استعملت فيها ألوان الشمعية. الشمعية يعني أنا قصدي إن في ألوان شمعية وفي ألوان مائية، ما عدا؟ إيه. إيه. زين هاي الخلفية هني، هاي شلون سويتيها؟ الأبلة عطتني ألوان ما أدري شنو اسمهم وسويت. إيه بس يعني تسوي كذي يعني ولا حطيتي بالقطمة ولا اشتغلتي شلون اشتغلتي؟ حطيت أول شيء باللون بعدين أخذت القطمة وسويت. يعني محيت فيها. إيه تمحين فيها يعني عشان إيه؟ عشان اللون يسيح عدل؟ إيه؟ يذوب شوي اللون عدل؟ إيه؟ تمام. شوفيني اللوحة أصدقائي، لاحظوا اللوحة هني أيضا مقسومة إلى أربع أقسام عدل. أنت أخضر عدل؟ هذا أخضر إيه؟ شنو؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا أخضر غامج وهذا أخضر فاتح. تمام، وهذا أصفر؟ وهذا أصفر. إيه؟ زين، بين المساحات اللونية حاطة شنو أنت؟ قصن. القصن، إيه؟ وبعدين؟ وبعدين أول شيء سويت القصن، بعدين سويت الطير، بعدين سويت الورق. الورق، إيه؟ هاي في مائية وشنو؟ هذا شنو؟ مائية وشمعية. شمعية، تمام. حاطة اسمك شنو انت؟ ايه. ألطاف؟ ايه. ايه تمام. ضروري ترى أصدقائي لو نشوف، بس بقول لكم شيء. الحين البنات والأولاد لما يرسمون في بعضهم ينتبهون لنقطة معينة ومهمة، إن وراء الورقة أو على اللوحة يكتبون الاسم ألطاف سنة كذا. فاللوحات هذه لما تمر عليها السنين وروح الوقت والواحد ينسى ويكتشف بعد 10 سنين أو 15 سنة أن اللوحة هذه موجودة يلقاها شيء يكتشفها في البيت يلاقي مثلا مكتوب شنو ألطاف سنة 97 إيه؟ لما كانت في ثانية ابتدائي عدل إيه؟ والحين شكبرها ألطاف صارت دكتورة ولا مهندسة شكبرها معدل خالصة الجامعة فتكتشف اللوحة هذه فتشعر ان اللوحه لها قيمه ضروري احنا نحط التاريخ والاسم على اللوحه هذه اللوحه يا الطاف شني صحن فيه فواكه يعني هذا الطبق او الصحن اللي فيه مجموعه من الفواكه اللون البنفسجي هذا
أول سويتي يعني في الأول ولا في الآخر؟ في الآخر. في الآخر. أم كذي بعد؟ إيه. شو تحطين بيدك؟ كلينكس. كلينكس إيه تمام. وسي واللون يمشي معك يسيح معدل؟ إيه. تمام. الطاف أنا في لوحة هني عجبتني بس بخليها آخر واحدة تقريبا أو نطلع بعد من اللوحات اللي موجودة هني. اللوحة هذه يعني فيها شيء حلو عدل يا الطاف. إيه. شنو الشيء الحلو اللي في اللوحة هذه؟ هذا الورا. أيوة سمام شاطر والله. أنا بالضبط أنا توي ما سألتها يعني أنا الحين بسألها الخلفية أو اللي ورا اللوحة شلون يعني نحط ألوان كتهم كذي ولا شو نسوي بالضبط؟ لا ناخذ فرشة فيها ناخذ فرشة ونحط قبلنا نحط نستعمل ألوان مائية إيه؟ نحط نخلي الورقة كلها ما بعدين نستعمل ألوان مائية يعني نخلي نجيب الماء ونحطه على الورقة عدل إيه؟ وتوها هي بيضة الورقة ما فيها شيء بعد. لا أنت راسمة الورد. أنت راسمة مخططة بالرصاص. إيه. إني حق الورقة عليها ماء إيه؟ عدل وتالي لما نحط عليها الالوان المائيه شو يصير؟ يصير فيها الوان كذي يصير كذي تنتشر الالوان المائيه ويدش الاخضر الغامج على الفاتح وعلى الاصفر فتصير عندنا خلفيه حلوه. بعدين تحطين الالوان ايه مالت الورد مش هيك؟ الالوان الشمعيه وايد حيل عشان الماء ما يخرب الالوان. تمام يعني تضغطين على الالوان الشمعيه تضغطين إيه؟ حيل علشان إيه؟ يصير لونها قوي. والله انك شاطره يا الطاف شاطره تمام ومنتبهه للامور. اكو شغلات صغيره هاي لازم الواحد ينتبه لها عدل. إيه؟ هذه اللوحه انا معجب باللوحه هذه من المعجبين باللوحه هذه. ها إيه كل بنت صغيره او كل ولد اقابله هني لازم تطلع لي لوحه من لوحاته حلوه. شوف اللوحه هاي تكوينها حلو جدا انا امدح فيها شويه. ها وانت تمدحين فيها شويه. شلون سويتيها هذه؟ انا رسمت القارب وبعدين الابله قالت لي لوني الابيض وايد غامج عشان راح نحط فوقه ماي ويا الالوان حتى هذا اللي تحت الادعم لوني غامج بعدين انا لونته غامج بعدين حطيت فيه ماي وبعدين سويت نفس الزيج. يعني تخلطين الالوان الشمعيه مع الالوان المائيه. إيه؟ زين والالوان المائيه لمتي على الالوان الشمعيه ما تطلع صح؟ اي ما تطلع هي تثبت الالوان الشمعيه تحت بس التكوين حلو. يعني شوفي هذا المركب هاي الطريقة يعني في أحد قال لي تسوي كذي ولا أنت سويتيها بالضبط؟ لا الأبلة قالت لي. يعني الأبلة قالت تسوي المركب شيء كنا نص دائرة وعليه شراع مثلث ولا أنت سويتيها بالضبط؟ يعني ما يصير الأبلة تقول تسوي كذي لازم أنت ترسمينها. إيه أنا سويته بس إيه؟ هذا التحت الأبلة قالت لي. إيه إنما الشكل هذا أصدقائي لما تلاحظونه الشكل هذا ما يقدر يسوي الكبير يعني لا الأبلة ولا أنا إن أقدر أخترع شكل مثل هذا لازم الشكل هذا يكون الأطفال الصغار هم يسوونه. إن لما يكون الشراع مثلث على نص دائرة هذا الخيال ما يصير في بالي أنا ولا في بال الأبلة الصغار هم اللي يسوون الشغلة هذا بس التوزيع إن هذا يكون كبير وهذا أصغر وهذا أصغر وذاك بعيد هذه الشغلات تدخل فيها الأبلة ممكن وتشرح معدل. الأبلة قالت لك إن المركب البعيد هذا شلون يصير صغير. انت قد مره ركبتي يا الطاف الطياره؟ اي انا ركبت الطياره. سافرتي بالطياره؟ ايه. ايش كبرها من داخل؟ كبيره معدل. ايه. واذا شفتيها طايره بالسنة ايش كبرها تصير؟ صغيره. يعني شفتي هالكبر شنها طير معدل؟ ايه. انما اللي ركبنا فيها كبيره. ايه. يعني الشيء لما يكون قريب يمنا يصير عود ولما يكون بعيد يصير صغير. يعني في قريب وفي بعيد عدل. إيه؟ في صغير وفي كبير. إيه؟ ها تمام خوش كلام. تقريبا يعني الرسومات اللي في مجموعه رسومات من مالوتة الطاف مالوت اخوك. إيه؟ لا عاد اخوك لازم يجي المره الجايه واحنا نصوره ما اقدر اطلع رسومات الحين عدل. إيه؟ إيه؟ الطاف انت تسوين شيء في البيت؟ إيه ساعة ترسم. شنو بالله قبل أن نخلص بالمقابلة شو تسوين في البيت ساعات؟ ساعة تأخذ ورقة هي مرسومة وساعة تقلدها بالورقة الثانية. إيه تقلدين الرسمة مو كذي؟ إيه. تنظفين عاد المكان اللي أنت تشتغلين فيه؟ إيه. ما توسخين مني ولا مني؟ لا. يعني أنت شاطرة؟ يعني. لا صريحة وجميلة جدا ألطاف من بداية ما بديت أتكلم معاها وأنا حاسس إنها هي يعني صريحة. وشجاعة ها قوية. تبي تقولين شيء حق أصدقاء البرنامج قاعد طالعون شو طالعين لا
وهتبي تقول لهم مع السلامة؟ قولي طالع طالع الكاميرا طالع مع الكاميرا. السلامة. سوي لهم باي باي. مع السلامة. عافية عافية شاطرة. الحين نبي نبدل الأماكن ونخلي آلاء تي مكان ألطف. وآلاء معانا الحين راح تقدم روحها لأصدقاء البرنامج. قول لنا اسمك بالله آلاء. آلاء سيد عدنان سيد سليمان سيد علي أكبر. آلاء أنت في أي مدرسة؟ هند المشتركة. هند المشتركة يعني متوسطة؟ إيه. أي صف وصلت الحين؟ ولا متوسط. ولا متوسط؟ زين المتوسطة تختلف عن الابتدائي؟ شلون يعني؟ بصعوبتها. إيه يعني في صعوبة شوية؟ شوية إيه. إيه بالمواد؟ إيه. إنزين وبالرسم؟ ما علينا من المواد. بالرسم سهل. إيه. وغير كلمة سهل يعني يعطونكم مواد أو مواضيع غير الأشياء اللي تأخذونها في الابتدائي؟ إيه. أشياء. اقتصاد يعني منزلي. و. يعني. هم ديكور وكهرباء. ها يعني في شغلات ثانية. إيه. إنزين والديكور زينة في أنت؟ اي زين. والكهرباء؟ اي زين. ما تكهربتي كلش؟ لا. كلش؟ تمام. نشوف الحين نبتدي اول شيء على نعرض رسوماتك علشان اذا عرضناهم وخلصنا يصير عندنا وقت كافي للحديث، عدل؟ انا اللوحه هذه موجوده هني اصدقائي، انتم معانا طبعا تتابعون معانا رسومات اختكم الاء. في لوحة هني شكلها شوي غريب بس احنا نشوفها تتكرر في المدارس، لها طريقة في في في, في الإعداد، يعني مو مثل اللوحة الرسمة العادية اللي في ألوان مائية وبس، لا، اللوحة هذه اللي قدامنا خلينا نشوفها. اللوحة هذه ألا يعني خليك معنا أنت الحين ألا، اللوحة هذه لها طريقة في الإعداد، شلون يعني؟ أول شيء أبسط الماي وأحط فيه ماي وارش رشاش الالوان السبري الرشاش. ايه ايه, إيه؟ اللي بعدين احط الورقة عليها تتلزق عليها نفس الالوان. تحطين لون ولا لونين ولا ايش كثر؟ على كيفي يعني، اذا ابي انا على كيفي يعني الوان وايد يعني. إيه؟ ممكن نحط الوان وايد. زين عقب ما طلعت لنا النتيجه هذه النتيجه اللي تشوفونها اصدقائي هني نشوف هني طالع الالوان متداخله شوي وهالصوب نشوفهم متداخلين مع بعض. ما عليكم من الورد والاشياء هذه، هذه يمكن اشياء اضيفت بعدين مرسومه بعدين نضيفها بعدين، بس التاثيرات هذه اللي هني نشوفها هذه الالوان المتداخله مع بعض هذه الارضيه، عدل؟ إيه؟ هذه الارضيه او الخلفيه. إيه؟ زين بعدين شنو الالوان هذه اللي نحطها يعني من نفس نوع الالوان؟ لا يعني لا. ها يعني ما يصير هذه تكون الوان سبراي اللي هي الوان فيها تنر يعني تقريبا لها ريحه، عدل؟ ما يصير نحط عليها الوان مائيه. ايش حطينا هني؟ قواش. ايه قواش لان القواش شويه ثقيل. اثقل من الماء العادي فيمشي هني، عدل؟ فالتاثيرات هذه اللي نشوفها اصدقائي، التاثيرات هذه اللي متداخله مع بعض، انا عرضت وايد من اللوحات هذه في حلقات سابقه. شلون رأيكم مزج الألوان مع بعض؟ هاي الألوان لما تمتزج مع بعض ما نقدر نسويها بالإيد، يعني ما نقدر نسويها بالإيد، يعني ما يعني حتى أكبر فنان ما يقدر نجيب الألوان ويسويها بالفرشة ويدخلها مع بعض كذي، ما يصير. لازم تعتمد على الصدفة وعلى التفكير شوية. إحنا مساع آلاء إيش قلتي؟ يعني بسطل يعني تب؟ لا هو مو تب أو سطل، لا لازم يكون شيء شوية مثل الطشت يعني واسع شوية. إيه إيه واسع. يعني لازم يكون السطح واسع في ماي وبعدين نرش عليه سبري، نمسك اثنين بيدنا واحد مني رش مني نسوي خلطة ألوان. الألوان هذه إذا نزلت على الماي ما تنشف بسرعة لأن تحتها ماي يحتفظ بالرطوبة. نجيب الورقة ونقلها كذي بعدين نقطصها تأخذ اللون ونشيلها. لما نشيلها تطلع عندنا النتيجة هذه. النتيجة اللي تطلع هذه مو لا أنا عامل حسابها ولا المدرس ولا واحد مسوي حسابها، كل اللي يطلع إن النتيجة هذه تطلع. إذا طلعت إحنا نقول الله تمام أي حلوة، لا مو زينة، لا خلينا نغيرها. النتيجة تعتمد على الصدفة وعلى الألوان شلون تحركت ودشت مع بعض. عدل كلامي ألا؟ في شيء تبي تقولينه تزيدين علي ولا كلامي مضبوط؟ صح كلامي مضبوط. زين هذه اللوحه مساع آلاء قاعده يعني تشتغل فيها الحين تقريبا انشفت. ها تقريبا اللوحه هذه انشفت.
اللوحه هذه صوره ولا شلون يعني نقلتها ولا؟ هاي نقلتها. إيه نبسمع صوتك. اي هاي نقلتها. من وين كان في صوره؟ إيه ونقلتيها بالضبط؟ لا ها الالوان غير. الالوان غير. إيه لازم الواحد يحط شويه من شخصيته عدل. اي وحتى الرسمه غيرت الاشجار طريقتها نفس ما علمني الاستاذ. اي من يدربك هني؟ اي استاذ؟ استاذ عبد المعين. عبد المعين. إيه فيصير في تغيير بسيط كل واحد الواحد يغير مو لا عاد يصير مثل يسمونه مثل المسجل يعني بس تكون مثل فكره رئيسيه حقي يعني اطلع من هالاشياء. تطلعين عاد انت من هالاشياء. تمام كلامك حلو يا علاء. ها ورسمه تزينه باللغه العربيه. ها تمام كم تاخذين باللغه العربيه؟ 18 من 20. تمام ان شاء الله تصيرين يوم من الايام اديبه كبيره. ها شوف اللوحه هذه بالطول ايضا هذه اصدقائي من اللوحات اللي كانوا يعني 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 من اللوحات الطازه اللي توه مسوينها يعني عدل يا هلا انت مساء قاعده تشتغلين بال الارضيه الارضيه قبل ولا الورده قبل ولا شلون؟ لا الورده. ايه اول شيء سويت اللي تحت. ايه وحطيت فيه الرمل وكل شيء. ايه وبعدين رسمت هذا كنت نقلتها من مكان. ايه الورده. ايه ايه بعدين تحطين الارضيه هذه. ايه ما فيها صعوبه ما فيها اذيه؟ لا امبل شويه يعني بس عند عند الحواف. عند الحواف انت تحاولين تدشينها صوب بس مو واصله. ها ايه مو واصله عند الحواف لان هذا اخضر وهذا اخضر ما يصير كذي على الخلفيه بالاخضر والورده بالاخضر. ها شلون كذي دشوا على بعض صح؟ ها كان ممكن الاخضر هذا يصير افتح شويه عشان هذا يصير اقمج عدل. هذا حق المره الجايه عدل. ايه بس دخلت مع اللون الاصفر. دخلت الاصفر اي صوب هني حتى على الجوانب. الجوانب هالصوب. ايه اي لا بس خلي يبين الاصفر اقوى شويه عدل. إيه. احنا نعرض الرسومات ونتكلم ونقول معلومات عدل. انت شلونك بالمعلومات التربيه الفنيه زينه؟ ايه تعرفين الالوان الاساسيه؟ ايه شنو هما؟ الازرق ويا الاصفر ويا الاحمر. اي هذول الالوان الاساسيه. زين والثانويه؟ الالوان الثانويه يعني الالوان اللي نخلطهم مع بعض لان نخلط كل لونين اساسيين مع بعض. الازرق والاخضر والبنفسجي. لا احنا قلنا الازرق من الالوان الاساسيه كل واحد. احنا الحين نقول مع بعض معلومه احنا نسمعها واصدقائنا يسمعونها حتى كل الناس يسمعون. لما نجيب احمر وازرق نخلط الاحمر والازرق ها شو يطلع؟ لا انا بس ابي اشوف الكاميرا. لا يعني الازرق والاحمر انا قلت ازرق واحمر حكيت الاء والاء قالت لي اصفر. طبعا هذا الكلام غلط. انتوا الحين تسمعوني انا بسال وانتوا جابوا وانتوا قاعدين الاحمر والازرق شي طلع والله قاموا يصرخون. يعني الاء غلط الاء قالت اصفر وطبعا هذا غلط شنيع. الاحمر والازرق سمعت ايش قالوا؟ ايش قالوا؟ بنفسجي. بنفسجي ها ايش يقولون؟ بنفسجي. قولوا بنفسجي. بنفسجي. زين البنفسجي هذا معناه ان الحين المعلومه هذه ثبتت في مخ الاء بعد خلاص لا يمكن تنساها لان شهدنا الناس اللي قاعدين ورا الشاشه يشوفوننا الحين معدل او قدام الشاشه كلها اقول ورا الشاشه. زين ولو حطينا ازرق واصفر ها يعني تقريبا ازرق واصفر شو يطلع؟ ترى الحين قاعد يسمعون قاعد يصرخون سمعين. ازرق واصفر شنو؟ اخضر. اخضر اي اخضر. اسوي مثل الحرمان صح وغلط ودودهكم. لا هو ازرق واصفر يعطينا اللون الاخضر والازرق والاحمر يعطينا اللون البنفسجي والاحمر والاصفر يعطينا اللون البرتقالي عدل. كلهم قاعد يجاوبون الحين واللي مو عارفين متوهقين مثلك صح؟ صح يا علاء. تمام نشوف اللوحه هذه. نشوف اللوحه هذه. اللوحه هذه شنو فيها؟ يا راح انتقشمر ونقول معلومات لا تستحين يعني قاعد انتقشمر. ايش نحط ماي؟ ايه نحط الوان لا نحط ماي عشان اصدقائنا نحط ماي على الورقه وهي بيضه
إيه نحط نجيب الورقة بيضة خالية نحط عليها ماي إيه وبعدين نحط ألوان شمعية إيه ونخليها يعني تنشف إيه بعدين نحط ألوان مائية شوي ها نحط الشمعية فوق الماي ونخليها تنشف إيه؟ ما أدري وندخل الألوان المائية بعدين الألوان المائية إذا جات عند الألوان الشمعية شو تسوي تطوف فوقها تغطيها ما تغطيها عدل الالوان المائيه ليات عند الالوان الشمعيه ما تغطيها توقف عندها عدل اي فيصير مزج بين الالوان المائيه والالوان الشمعيه عدل يا لا تمام ايش بقى عندنا الحين خلصوا تمام زين اكو شيء على انت تسوينه في المدرسه غير الرسومات اشغال فنيه مثلا ايه اخر شيء سويت يقولي لي والله شنو هو علشان ننهي المقابله اخر شيء سويته رسمنا على الخيش يعني جبتوا الخيشه ايش مالت الخيشه خيشه عاديه شيء ما تلعيش عاديه ايه وبالسبراي شديتوها لا قولي لي ايش سويتوا شديتوا الخيشه على حطبه ولا بلعين. وبعدين رسمنا عليها رشيتوا عليها ايه. سبراي ايه. باي لون الوان وايد اي لون ها استخدم اي لون وترسمين عليها ايه. ما تصير خشنه شويه بلا شويه ايه بس تطلع رسومات حلوه ولا لا ايه, ايه. تمام تبي تقولين شيء حق أصدقاء البرنامج؟ سمعوا منك نصيحة أنت ترى ممتازة بالعربي، ها؟ طقيهم نصيحة شيء أعطيهم نصيحة قوية. أتمنى أن الكل يكون نفسي وأتمنى أن أهلي يشوفوني على التلفزيون. إن شاء الله لازم يشوفونك طبعاً كل هالتعب ما يشوفونك لازم يشوفونك. شكراً يا آلاء. أصدقائي يعني مع بعض الحين. إذا بتبقى شيء من الوقت البرنامج يعني نبي نتكلم عن تنويه مال المسابقة لأن مساء أنا في بداية الحلقة تكلم والحين قبل لا أنهي الحلقة ودي أقول لكم أن المسابقة يعني هي 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 المسابقة القصد منها أن احنا نشرك الأولاد والبنات ها نشركهم معانا لأن كان في عادة متبعة قبل زمان يعني إن الرسائل ما تنقطع دائما تزول الرسومات حتى بعضهم مساكين يعني يقضبون اللوحة كذي يعني هذا قصد اللي ما عندهم واحد أقصد يعني ما عنده واحد كبير يرشده يمسك اللوحة كذي يرسمها يصفطها كذي مثل كلينكس وحطها في المكتوب ودزها فكنت أنا أعلق على الشغلات هذه وأنصحهم إنه يدزون لنا ساعات في ظرف يكون هالكبر نص الكراسة وفي ظرف يكون هالكبر ما في مانع الظروف موجودة يعني واي اي اب او ام يعني يقدر يوفر لاولاده اي ظرف من الظروف هذه ويحط فيه اللوحه ومع اللوحه صوره اذا يبي صورته تطلع في التلفزيون اي ويعني الاشياء هذه طبعا كلها تكون متوفره وموجوده في المكتبات انت بس حط اللوحه وحط الصوره واكتب العنوان ودزها لنا تبي تحط لوحه لوحتين ثلاث في نفس الظرف هم يكون احسن احنا النقي واكتب وراء اللوحه هني اسمك ويعني اسمك وطريقه الاتصال فيك عنوانك تليفونك اي شيء وصوره صغيره ممكن صوره تدبسها الصوب ودز لي فنبي العمليه تصير منظمه استلم انا الرسائل واحط الظروف افتحهم اطلع اللوحه القى في صوره والقى البيانات وراء مكتوبه إذا صار تصفيات وشغلات من هالنوع وينا نطلع الرسمات الحلوة نقدر إحنا نقول إن فلان فلانية أو فلانة فلانية من ضمن اللي فازوا في المسابقة طبعاً المقصود المسابقة ما نبي نطلع الأول والثاني والثالث لأن العملية مو عملية سباق نبي بس نشارك إن أصدقائنا يشاركونا ونطلع الرسمات الحلوة من وسط الرسومات والثانيين لهم يعني شكر وتقدير أشكركم أصدقائي أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع السلامة